قبل عقدين رست مناقصة حكومية على إحدى الشركات لشق وسفلتة طريق إلياف الصعب الرابط بين مديريتي المواسط والشمايتين، بالإضافة إلى ربط عدد من عزل الشمايتين بمركز المديرية في ريف تعز الجنوبي. لقد تم إنزال المناقصات في 2005، ولكن قام متابقتان بداية بالمشروع نزل المهندسين بعملية المس، ولكن تعثر المشروع لا نعرف أين مصيره. وبعد ذلك في 2015 نزل المناقصات، حتى نزلت المناقصة تبع الأشغال ب 348 مليون. رغم مرور كل هذه السنوات لم تستكمل الطريق، وظلت على حالها من الصعوبة والوعورة، والتي تسببت بعزل قرى كثيرة عن مركز المديرية ومعاناة لنحو 50,000 نسمة يقطنون المناطق القريبة من الطريق الحيوي. جلت 3 سنين أمر على النقيل، يعني أبكر الساعة 6 أصل المحطة الساعة 8 إلى ربع، وبعدين أتواصل من المحطة إلينا إلى الجامعة التربة. كانوا يمروا الجميال هنا ينزلوا لها نقيل بسيط وصرحوا لها للسمسرة، يرجعوا كذا وقزعوا السمسرة وقزعوا سقوبيرة ونزلوا السمسرة وصرحوا المصلى وعدن. يتجمع الأهالي هنا معلنين بدء مرحلة عمل جديدة تسد فراغ غياب الدولة، محاولين التخفيف عن معاناتهم بأنفسهم، ومطالبين الجهات المانحة بتقديم يد العون لهم لاستكمال الطريق الذي جعلهم يقطعون مسافات طويلة وشاقة إلى مدينة التربة نظرا لعدم نجاح المشروع سابقا. كلها كانت مبادرات شبابية وأهالي، الناس تفاعلت ودفعت، وكما تشاهدون الآن الناس تكسر الأحجار وترصف وتعمل ما المستحيل بقدر ما يمكن، لكن الطريق كبير ويعني يقدر حوالي ب 4 كيلو و200 متر. انقطاع هذا الطريق يدفع الأهالي هنا إلى نقل مرضاهم فوق أكتافهم، ناهيك عن صعوبة إيصال المواد الغذائية وحتى تلك التي يستخدمونها في الزراعة، حيث تشتهر المنطقة باعتماد الكثير من أبنائها على الزراعة كمصدر دخل أساسي. يحاول المواطنون هنا بتجمعهم اليوم إحداث قطيعة مع الماضي والعمل على سد فراغ غياب الدولة في إنجاز هذا المشروع الحيوي نظرا لأهميته في حياتهم اليومية وحاجتهم الماسة إليه، خصوصا بعد وفاة عدد من المرضى أثناء نقلهم على الأكتاف. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من طريق إلياف بمديرية الشمايتين تعز.